كمل برضو في حتة تانية في المسألة اللي هي في الديفرنشيشن، بيقول لي ايه اللي هو في الستيب سايز، يقعد يقول لي كل شوية قللها هاف، وهات لي بقى كده الابروكسيميت اللي هو الريليتيف ابروكسيميت ايرور. فدي ليها طريقة سهلة جدا، تعال نشوف بقى. جيب نزلت الكتور في الغلابة اهو، جيب بس شيفت غير المود كومبلكس، بس سوي نعمله كلير بس عشان نعمل موضوع الفيكسد كور ايكوال. تمام، دلوقتي انا هعمل ايه؟ هدخل الايكويشن بتاع الباكورد دي اصلا هي ال f of x minus f f of x minus 1 النقطة اللي قبليها على كام؟ على step size. فانا هعمل كده، تعالوا سنس دي ايه الايكويشن بتاعتنا هي ايكوال فين ايكوال اهي x سكوير في 2 باور اكس، حلو جدا، ماينس الايكويشن التانية خلينا نعملها بالبراكت كده، كانت كام بقى؟ اكس ماينس الستيب سايز كام؟ سكوير. ليه اكس ماينس الستيب سايز؟ احنا قلنا مثلا انا عندي هنا بادئ بكام؟ 0.5، والتانية الاكس 0.4، فاللي هي اللي قبليها على طول 0.1 اللي هي عبارة عن ايه؟ البوينت نفسها الاكس ماينس الستيب سايز. فانا هتخيل ان الستيب سايز هنعملها النهارده دلوقتي يعني ان هي ام، تمام؟ ف نعمل اللي هي اكس شيفت الفا اكس ماينس الام دي ايه؟ وال سكوير. دي الايكويشن التانية، ان انا بكتب اصلا الفانكشن، تمام؟ في 2 باور اكس سوري ماينس الام، حلو كده. الستيب سايز عندي كام؟ سميها بام. عامل بقى الحركة بقى اللي هي السيكوينشال، وبعد كده عامل ايه؟ شيفت الفا، هنا هو الكاكاتور بتاع الفقرة اهو، هنا بقى في الفقرة في الالفا شيفت او الالفا سوري الفا، بعد كده الزرار اللي تحتيها دول اللي هي نقطتين في بعض. في الاغنية كان الاغنية قلنا ايه؟ قلنا هي عبارة عن موت واحد عبارة عن الفا في دي اللي هي هنا. بس نرجع بقى بتاعتنا تاني اللي بحبها يعني، نكمل بقية الايكويشن. هنا بقى انا عايز اعمل ايه؟ اقلل الستيب سايز على حسب هو قال لي، قال لي اعمل ايه؟ هافينج ستيب سايز، يعني الام ايكوال ام على 2، حلو جدا. وبعدين كده خلاص بقى نعمل الكالك بتاعتنا، نخلو اول اكس او الاكس 0.5، ستيب سايز بكام؟ 0.4. تعالى بقى اتأكد من الحل بتاعنا فين اهو، هنا او الناتج اف داش طلع بكام؟ 0.857، صح. كمل، عملها هافين والاكس ما زالت 1.213، عمل هافينج تاني الاكس ما زالت والام اهي 1.424، وهكذا وهكذا. نقعد بقى نكتب ايه كل الحاجات دي لحد تريشة مثلا دي كام 1 2 3 4 5 في الامتحان مثلا، خلي 6. ونقعد نعمل بقى ايه من تحت كده، نعمل ماينس علشان نشوف الريليتيف ابروكسيميت ايرور ونشوف دنيته يعني دي بسهولة بس.